دعيني انطلق من هذا المفهوم ايضا في مجزرة بنك الدم ايضا والحديث عن الزحف الثوري. النساء تعاملنا بهذه هي خططت لهذه المسيرة وايضا خططت لهذه الفكرة وايضا كان لهن قصص مهمة فيما يتعلق بالزحف وتسجيل الاسماء. حدثيني عنها وانت كنت احد القيادة المهمة في هذا الموضوع. طبعا هي ذكرى أليمة جدا موضوع بنك الدم وهي من المجازر التي حصلت اكثر من مرة وتكررت و يعني استشهد فيها الكثير وكل الشهداء في بنك الدم أو غير بنك الدم معهم أمهات معهم بنات معهم قريبات معهم. أنا لا أنسى إطلاقا أعتقد يعني مهما مر الوقت بعد كل مجزرة ونحن في الساحة يعني تنتهي المجزرة وتأتي بعد ذلك أفواج قريبات الشهداء فكان يعني منظر لا يمكن ننساء وأنتم كإعلاميين يعني أعتقد أنه محفور في ذاكرتكم. المصورين نفسهم أنا يعني بسبب معرفتي بالمصورين كانوا يبكوا يعني دائما يعني بعد المجازر تأتي النساء فتكتشف كل مرأة أن هذا زوج أو أخ أو ابن أو يعني وتظهر يعني ثبات وصمود واستمرار عجيب ورائع وتستمد القوة من الله سبحانه وتعالى. موضوع بنك الدم كان فيه شيء غريب. موضوع بنك الدم كان يعني جاء بعد موضوع مجزرة النادي الرياضي لو تتذكر. موضوع مجزرة النادي الرياضي مثل المجازر التي حصلت يعني كانت مستفزة للثوار محزنة للقريبات الشهداء والجرحى ولم يكن لها أي مبرر. كل المسيرات كانت سلمية ومع ذلك تواجه بهذا العنف وبهذا الهجوم وبهذا العداوة. كان هناك خبر عن موضوع مسيرة بنك الدم وحصل يعني طبعا موضوع الزحف وما إلى ذلك قبلها موضوع الزحف والاستعداد للزحف الثوار كانوا يعني يحسوا بأن الموضوع في ثورة اليمن أخذ وقت كبير والمطالب واضحة وبسيطة ليس هناك شيء يستدعي التأخير هذا الوقت كله. فكان موضوع الزحف يأخذ يعني إعداد ويأخذ انتشار فكل أول أكثر فهم أن موضوع الزحف عبارة عن مسيرة ضخمة جدا جدا تمشي وتذهب وتجلس في المقرات الحكومية طبعا يعني جلسة ويعني اعتصام سلمي فيها حتى يتنبه العالم والنظام السابق فيترك الحكم وتختصر وتحقن دماء كثيرة. كان هناك إقبال من قبل النساء للتسجيل في الموضوع قبلها يعني هذا الشيء الذي لا يعني الذي تستغرب له. النساء قبلها كانوا يتكلموا انه الزحف يحتاج الى صفوف فدائيه كانت تسمى هكذا الصفوف الفدائيه التي ستكون في الاول التي يتوقع ان تنتهي كلها وتباد كلها. فكان النساء العجيب يعني انا شخصيا كان ياتي لي نساء ويقولوا سجلي اسمي انا اريد ان اكون في الصفوف الاماميه. طبعا انا لست معنيه بهذا الامر ولا اتكلم اني اسجل ولا اصلا هذا الموضوع كان موجود بس هذا الفهم الذي كان موجود في الساحه ولقى يعني إقبال من النساء. والله إني أتعجب إن بعض النساء كانت كبيرة في السن لدرجة معها أبناء ومعها أحفاد وتكلمني وتقول بس لا تخبري أبنائي أو أحفادي فيمنعوني. فكنت أتعجب كنت أقول لهم يعني المسألة ليست هكذا ولن يكون وإن شاء الله لن يكون أي شيء وإن شاء الله الأمور تمشي لأحد ولا يعني تستغرب إصرار عجيب سجليني لدرجة إن واحدة كانت تقول سجليني الآن خرجي الدفتر هي تظن إن معي دفتر وإنه سجليني الآن وأكتبي اسمي علشان لا حد يأخذ المكان. الناس بيسجلوا كثير النساء بيسجلوا كثير لا كنت أقول لا كانت تقول النساء يريدوا أن يكونوا كلهم في مقدمة الزحف أفضل. حتى كانت تقول إحنا نكون في الأول النساء إحنا الجدات وإحنا الأمهات نكون في الأول لكان أبناءنا لا يتعرضوا للخطر وهم يعيشوا بعد الثورة. هذا كبار في السن يعني هذا لي شخصيا أنا أتكلم معك يعني كان شيء يعني ملفت جدا إن المرأة أصبحت عندها هذه الروح في التضحية مستعدة إنها تفعل شيء لم يتم إقراره ولم يتم العمل به ولكنها تريد أن تكون هي في مقدمة أي يعني جموع ثوار زاحفة يعني تأخذ هي الشهادة وهم يعني الأبناء أو الأحفاد يعني يتمتعوا بأن يعيشوا بعد الثورة في نظام أفضل يعني. طيب هذا عن الثائرة المضحية بنفسها ماذا عن الأم الثائرة أم الشهيد الثائرة؟ طبعا أنا دائما أكرر أنه يعني دائما عندما يقال لنا ماذا تقول الأمهات الشهداء ماذا تقول لزوجات الشهداء ماذا تقول لبنات الشهداء وأقارب الشهداء وقريبات الشهداء أنا أقول نحن لا نقول لهم شيئا بل نحن نستمع لما يقوله هم. ما تقوله الأم والزوجة والأخت وقريبة الشهيد هو الدرس الذي يجب أن نعيه نحن الثوار والثائرات جميعا. يعني ضربت الأم بتحديدا وكل قريبة للشهيد أمثلة رائعة جدا. والله إني دائما أتذكر أنه يعني المرأة في اليمن
كانت المثال الذي لفت العالم، مثل ما لفت نظر العالم قبل فترة الأمهات في فلسطين. لم يحصل أنه يعني تزغرد أم أمام جثة ابنها إلا في ثورة اليمن، ورأينا ذلك في فلسطين، وهذا شيء صعب. يعني لا يظن إنسان أن أم تستطيع أن تضغط على نفسها وتتحمل وتمارس هذا الفعل بسهولة. لا، ليس سهل إطلاقا أن يقتل جزء من جسدها، أن يقتل جزء من كبدها، أن ترى يعني أغلى ما هو عندها في الحياة مسجع على الأرض. ليس سهل إطلاقا. قمتم أنتم كقيادات نسوية بزيارة الأهالي، أهالي الشهداء وأسر الشهداء، ومواساتهم مثلا أو تقديم المعونة لهم؟ كل الائتلافات من ضمن مهامها ما تفضلت به، وهو زيارة الأهالي الشهداء والجرحى أنفسهم. وكان أسهل شيء هو زيارة الجرحى، لأنه أهالي الشهداء كانوا في أماكن متعددة، فكان كل الأماكن التي يمكن الذهاب إليها كان يذهب إليها وفود من الائتلافات النسائية وتزورهم ويعني تواسيهم وتشجعهم. طيب هناك أيضا، إذا ما تطرقنا إلى نقطة مهمة فيما يتعلق بمسيرة المرأة اليمنية خلال الثورة، كان هناك محاولة لإساءة المعتصمات ويعني والفاظ نابية حقيقة قيلت ضدهن من ابتداء من رئيس الجمهورية آنذاك وانتهاء بأصغر بلطجي حسب ما يسمى. كيف كانت ردة فعل المرأة اليمنية أمام كل هذه الإساءة التي وجهت لها؟ طبعا إذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة أهل البيت الرقصوا طربوا. الرئيس النظام السابق بدأ وأعطى الإشارة بالتلفظ والإساءة السيئة إلى المعتصمات، فمارس الدور هذا كل من هم تحته وكل من يتبعوه من يعني مسؤولين في الدولة أو من بلاطجة أو من إعلاميين، وهذا وجدناه في وسائل الإعلام المعروفة. المرأة اليمنية واثقة في نفسها، لا يهمها أن يأتي إنسان شعبه يريد أن يطرده من البلد وأن يتكلم هذا الإنسان عن المرأة. إنسان لم يستطع أن يحمي سمعته هو والشعب يطالبه بأن يخرج من هذه البلد ويسترد ما سرقه، لا يأتي هو يعني يلبس مسوح الرهبان ويتكلم عن المرأة اليمنية. زادت أعداد المرأة اليمنية أم انخفضت؟ حصلت النتيجة عكسية تماما. طبعا هي ما هو الدافع للنظام السابق أنه يتبنى قضية الإساءة للمعتصمات، لأنه كانت صدمة للنظام السابق أن الأعداد تتكاثر كل يوم، والنساء معنى خروجهن للساحة أن كل أفراد أسرتها في الساحة. المرأة تدفع الرجل للخروج، تدفع الزوج والابن والأخ والقريب والطالب في المدرسة والجار في الحارة، دائما يعني تشجعه على أن يصمد وأن يذهب إلى الساحة. ومارست هي نفس الدورة، ذهبت للاعتصام المرأة في الساحة. فهم حاولوا في النظام السابق أنهم يعني يضربوها ضربة في مقتل فيتخلصوا من وجود يعني النساء في الساحات، مما يقلل أعداد المعتصمين والمعتصمات، مما يسبب مشاكل داخل المنازل، لأن الرجل يعني عنده ممكن أن يضحي بنفسه لكن ألا يشكك في عرضه أو في النساء في البيت أو ألا يتعرض لهن أحد في الساحة. طبعا حصلت نتيجة عكسية تماما، لأنه هذا الشيء كان من الأخطاء التي قتلت النظام نفسه وضرت النظام، وكانت يعني رصاصة مرتدة إلى صدر النظام نفسه. زادت الأعداد وتم استفزاز النساء في اليمن وتم التحدي للنظام في ذلك الوقت، وزادت أعداد النساء سواء في المسيرات أو في الاعتصامات أو في الأنشطة أو في الوقفات الاحتجاجية. أتذكر كنا إذا وجد يعني وقفات احتجاجية في مكان معين أو مسيرات ومررنا بمنطقة يوجد فيها يكون هناك الموجودين المجندين للنظام السابق، فكانوا يتعرضوا بألفاظ نابية للنساء، طبعا ينطقوها إذا كانت المجموعة كلها تتبع النظام السابق، لأنه لا يوجد أتباع للنظام السابق يتجرؤوا أن يتلفظوا على النساء لفظ بوجود ناس شرفاء آخرين حولهم، لابد أن يكون الذي حوله نفس الفصيل. فكان المنتشر بين النساء والتعميم عند النساء بعدم الرد عليهم إطلاقا، وعدم التعامل معهم وعدم الالتفات لهم أثناء أي فعل ثوري، ونتخذ تصرفاتنا ويعني نرد عليهم بكل الوسائل الأخرى، من خلال البرامج، من خلال الوسائل الإلكترونية، من خلال النت، من خلال كذلك. وهؤلاء اللي هم موجودين في الشوارع الحثالة يعني لا يعتبر لهم، لأنهم ناس مدفوعين الأجر يعني. طيب أنت أيضا كان لك جهد يعني في فيلم وثائقي اسمه طلائع الشمس، حقيقة أظهر
إلى حد كبير صورة مميزة للمرأة اليمنية، وأنت مشاركة ومعتصمة وثائرة وقيادية في هذه الثورة، إلى أن هذا الفيلم أيضا، أنا أريد أن أسألك سؤال، يعني ما الذي يمكن أن ما الذي أضافه الفيلم بالنسبة لفكرتك أنت لموضوع المرأة اليمنية وتضحياتها في الساحة اليمنية؟ طبعا الفيلم هو بدأت فكرته في رأسي منذ بداية الثورة اليمنية، كلما كنا يعني نستمر يوم في الثورة كانت تحصل أحداث جديدة، كانت تظهر المرأة بصورة رائعة، فكان يعني ضروري، أصبح ضرورة يعني جدا، بس كنت أتوقع أن يقوم به جهة يعني أخرى أو عدة جهات، أو طالت الفترة ولم يتم عمل هذا الشيء بالصورة التي أنا مقتنعة بها. جاء موضوع يعني الذي أسرع في الموضوع، موضوع قصف ساحة الحرية في تعز وسقوط الشهيدات واستشهاد الشهيدات في الساحة وقت صلاة الجمعة. أحسست أن هذا الوقت يعني أني تأخرت، أولا أني تأخرت كثيرا في عمل الفيلم هذا، وأحسست أنه لابد أن أسرع ولا يجب التأخير أكثر من ذلك. بعدها يعني تم الاتفاق على الجهة مع الجهة المنتجة، وتم سفري إلى هناك، ويعني قضيت بعض الأيام وتم عمل اللقاءات والتصوير والهذا. ما الصور الجديدة التي رأيتها هناك؟ طبعا ما تم تسجيله أكثر من 10 ساعات ومقابلات وتصوير، ولكن ما تم عرضه في حوالي 30 دقيقة، يعني لأسباب فنية طبعا. فيعني أنا نفسي وأنا شخصيا كنت أعرف تفاصيل عن تعز بسبب علاقات شخصية وتواصل والإعلام ومتابعة الإعلام، ولكن عندما ذهبت ورأيت التفاصيل واقتربت من الوضع الحقيقي، يعني شيء عظيم جدا، المرأة في تعز يعني رفعت رأس المرأة اليمنية في كل مكان حقيقة، ورفعت رأس المرأة في العالم، المرأة في تعز رفعت رأس المرأة في العالم. يعني في تعز كان المختلف عن صنعاء أنه المرأة في تعز لم تنتظر أي تعليمات، المرأة في تعز لم يستحي النظام أن يتأخر قليلا، وإنما خاف منها خوفا جعله يتقدم ويتم الهجوم عليها شخصيا والاشتباك معها شخصيا، وتم الاشتباك مع سيدات وثائرات في تعز وتم قتلهن أمام الكاميرات، سواء في المسيرات، سواء في ساحة الصلاة، ساحة الحرية، سواء داخل البيوت في القصف الذي تم ممارسته من قوات النظام السابق على البيوت والمناطق الموجودة. طيب سؤال أخير حقيقة في نهاية البرنامج، أمام هذه الرحلة الطويلة والضخمة للمرأة اليمنية وتضحياتها خلال الثورة اليمنية، ما المطلوب من المرأة نفسها ومن المجتمع للحفاظ على هذه القيم الجديدة التي اكتسبتها المرأة في هذا المجتمع؟ أنا أطلب من عدة جهات، أولا أطلب من المرأة نفسها أن تحافظ على ما يعني حصلت عليه في الثورة، لأنه اختصر عقود كبيرة من الزمن فترة الثورة فقط، وأن تستمر قدما في هذا الطريق النظيف الطريق الجهادي الرائع، وهي بنفس القيم الثابتة الرائعة التي هي عليها. أطلب من كل الجهات السياسية والأحزاب والتنظيمات ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع اليمني كامل أن يتعامل مع المرأة التعامل اللائق بالمرأة التي رآها ورأى مستواها في الثورة وبعد الثورة، ما لم فإنه الكل سيخسر أشياء كثيرة جميلة. أنا أشكرك أستاذة بلقيس دحوان القيادية في الثورة الشبابية الشعبية السلمية، أشكرك على هذه الشهادة. والمرأة اليمنية طبعا قصة كبيرة وضخمة ومن الصعب تجاوزها في حلقة واحدة، ولكن إن شاء الله في حلقة قادمة نحاول أن نركز على مواضيع أخرى. شكرا جزيلا لك، كما أشكركم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على متابعتكم، وألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله. حتى ذلك الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.